الحديث عن شهر رمضان لا نهاية له. شهر هو عند الله أفضل الشهور، وأيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات. لكن ليلة القدر فيه خير من ألف شهر، وهي الليلة المباركة التي نزل فيها القرآن. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال أيضا: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وفيها يفرق كل أمر حكيم كما ورد في القرآن الكريم، وربما يكمن السر في عدم تحديدها بين ليالي الشهر الفضيل، في أن يبقى المؤمن الصائم يترقب الليالي ليعكف على ذكر الله وعبادته ومواساة الضعفاء والفقراء والمساكين. فشهر رمضان كله شهر الصيام والطاعة والتقرب إلى الله، بل كل يوم من حياة البشر من أيام الله. لكن ليلة القدر خير من ألف شهر، والعبادة فيها تفضل على العبادة في غيرها. وليلة القدر مرددة بين 19، 21، و23 من شهر الصيام، كما ورد في مدرسة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله. ومن المستحب قيام ليلة القدر بالصلاة والسجود والذكر وتلاوة القرآن والدعاء حتى طلوع الفجر، وهي سلام حتى مطلع الفجر، سلام وخير على أولياء الله وأهل طاعته من المؤمنين الصائمين. وروي عن موسى بن عمران عليه السلام أنه قال: إلهي أريد قربك. قال: قربي لمن استيقظ ليلة القدر. قال: إلهي أريد رحمتك. قال: رحمتي لمن رحم المساكين ليلة القدر. قال: إلهي أريد الجواز على الصراط. قال: ذلك لمن تصدق بصدقة في ليلة القدر. قال: إلهي أريد من أشجار الجنة وثمارها. قال: ذلك لمن سبح تسبيحه في ليلة القدر. قال: إلهي أريد النجاة من النار. قال: ذلك لمن استغفر في ليلة القدر. قال: إلهي أريد رضاك. قال: رضاي لمن صلى ركعتين في ليلة